وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع، اللهم إني أسألك من فضلك، أو زراع لأجبت. ما معناها يا إبراهيم؟ لو دعيت إلى كراع أو زراع لأجبت. ما معنى زراع أو كراع؟ زراع الشاة. والكوارع، عارف الكوارع؟ هي الكوارع. ها؟ لا تحبوها. طيب، لكن قد أبوك يحبها. قد يكون. الشاهد لو واحد دعا إلى رجل الشاه من الحافر إلى فرس، من الحافر إلى الركبة، لأجبته. وكذلك الكوارع، لأن طبعا طقوس العرب تقتضي، العرب الواجدين يا ليت لحم فقط، تقتضي أنك لازم تأتي بالكبش برأسه، يعني زبت حتى الكبش مقطوع الرأس تلام عند بعض القبائل، يعني مش هقول لقلة عن موعب الشريعة، لكن في قبائل كده. لكن لينفق ذو سعة من سعة، إن كنت موسرا فأكرم الضيف بما استطيع. الخليل راغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، وفي مرة حنيذ، سمين للدلالة على النوع الجيد، وحنيذ للدلالة على جودة الطهي، ده جودة الطهي. لكن إذا كنت فقيرا ماذا تصنع؟ إذا كنت فقيرا ماذا تصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا تصنع؟